أخبار اليوم. كبسولة النمو، مهم جدا إن كل أب وكل أم بيخاف طفله ده بيكبر ولا لأ، طب بيكبر وماشي مع سنه ولا لأ، بيكبر وبيفهم ولا لأ. مراحل النمو دي مهمة جدا يا جماعة. بنقول دايما إنه أهم حاجة إنه الطفل ما يتأخرش عن معاد نمو عقلي أو عضلي أو نفسي لمدة 6 شهور. بمعنى لما نقول إن الطفل دوت المفروض بيمشي من سنة لسنة ونص، فبالتالي لو الطفل دوت وصل لسن 2 وهو مش بيمشي بنتكلم في حاجة مرضية. مش معنى إن الطفل ما طلعش أسنان على سن 6 شهور يبقى الطفل ده مريض، الطفل عنده مشكلة. لا، لو عدى أكتر من 6 شهور على مرحلة نمو سنة معينة يبقى كده اتأخر. دايما بنقول ان النمو العضلي للطفل، الطفل دوت بيصلب راسه او راسه بتبقى منتصبة على سن من 3 لـ4 شهور، نقول ان الطفل يبدأ يقعد وظهره كله مسنود على سن 4 شهور، ظهره نصفه الاسفل من الظهر بيبقى مسنود على سن 5 شهور، بيقعد لوحده من 6 لـ8 شهور يبدأ يقف ويحصل حاجة اسمها الكراولينج او اللي هو الزحف من 9 شهور لـ11 شهر، الطفل يبدأ المشي من 1 لـ1.5 سنة، معظم الأطفال بيمشوا على 1 و3 شهور. الأسنان الطفل بيطلع أول 2 في الفك الأسفل من 6 شهور لـ8 شهور، ثم الفك الأعلى بعديها من 8 شهور لـ10 شهور، ثم على سن 1 المفروض بيطلع 4 قواطع في الفك الأسفل ثم الفك الأعلى. من 1 لـ1.5 سنة الطفل بيطلع الضرس الأول سواء في الفك العلوي أو الفك السفلي. من 1.5 لـ2.5 سنة بيبدأ يطلع الأنياب. لو قلنا النمو العقلي للطفل، أن الطفل بيبدأ يعرف باباه ومامته من 3 لـ4 شهور، لأن الرؤية عنده بتتضح في هذا السن، فبالتالي الطفل بيعرف باباه ومامته على 3 لـ4 شهور. الطفل يبدأ يلاغي أو يقول نغة أو الحاجات المشهورة بالملاغية، هو ده من الحاجات اللي بتظهر على سن من 6 شهور لـ7 شهور، يبدأ يقول بابا وماما ودادة على سن 9 شهور، يبدأ يقول 10 كلمات منفصلين على سن 1 سنة. الطفل على 1.5 سنة بيقول حوالي 50 كلمة، على سن 2 بيقول بنسميها جمل تلغرافية. يعني ايه جمل تلغرافية؟ يعني يقول بابا، اكل، ماما، اخرج، كلمتين، كلمة تلغرافية أو جملة تلغرافية مكونة من كلمتين. الطفل عشان نقول إن الطفل ده اتأخر في الكلام أو في النمو العقلي بتاعه، لو الطفل دوت ما بيتكلمش خالص لغاية سن 3 سنين، بمعنى إنه الطفل ما بنوجهوش لطبيب التخاطب إلا من 2 و9 شهور لـ3 سنين، ولازم يكون الطفل متعاون. فبالتالي النمو بتاعنا لغاية 3 سنين لو الطفل مش بيتكلم، طالما بيسمع نمرة 1، بيفهم يعني مدرك المحيط اللي حواليه، عارف ان بابا بيروح الشغل، عارف ان ده قلم، عارف ان ده تليفون، عارف طريقة استعماله، فبالتالي هو مدرك اللي حواليه، بيسمع وبيفهم، بيقول كلمات قليلة، هذا الطفل ينمو نمو طبيعي. اجماليا يا جماعة، اهم معلومة في الكبسولة ديت هي ان الطفل بنقول انه حصل انحراف في النمو، سواء النمو العقلي او النمو العضلي، في حالة انه عدى 6 شهور من الطبيعي لبقية الأطفال. بمعنى أن الطفل لو بيمشي على 1 لـ1.5 سنة، 2 سنين، نقول أن الطفل هذا غير طبيعي. اهتمي جيدا بمتابعة النمو طفلك عند طبيبك، سواء اللي بيعبر عن هذا النمو محيط الرأس الطفل، طول الطفل، وزن الطفل، هو الذي يحدد معيار النمو الصحيح.